السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين قناة مجانية حصرية. التقينا في هذا الدرس الجديد، وإن شاء الله يا إخواني في هذا الشرح سوف أريكم كيف سوف تقومون بالحصول على هذه المجانية، هذه المجانية الرائعة. هذه المجانية عبارة على كريم للرجال. بعض الأشخاص سوف يحصلون على الكريم، وبعض الأشخاص سوف يحصلون على ملابس الداخلية للرجال. هذا رابط هذا الموقع سوف تجده أسفل الفيديو. سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل على هذا الشكل، على هذا الشكل يا صديقي. هنا سوف تقوم بكتابة اسمك الأول، هنا نسبك، وهنا إيميل الخاص بك، وهنا سوف تقوم بكتابة الأدغيس الذي سوف تتوصل بهذه المجانية، وسوف تقوم بوضع كلمة سلاش، وسوف تقوم بكتابة دولتك. على سبيل المثال سوف نفترض بأن هذا هو أدرس الخاص بي، سوف أضغط على إسباس وأقوم بالضغط على كلمة سلاش وإسباس مرة أخرى، وأقوم بكتابة دولتي على هذا الشكل. أنا في المغرب، سوف أقوم بوضع كلمة، سوف أقوم بوضع سلاش وأقوم بكتابة ماروك. أنت في الجزائر كذلك سوف تقوم بنفس العملية، لأن في الكونتري فلن تجد دولتك، فسوف تجد كينغدوم يونيستايد كينغدوم، وسوف تضع على هذه العلامة في الفوق. لا تقوم بالتعليم على يونيستايد كينغدوم، سوف تقوم بالتعليم على الفوق. هنا سيتي سوف تقوم بكتابة المدينة الخاصة بك، كود دو بوستال أو مستعلى عليه بالرمز البريدي سوف تجده في جوجل. إذا لم تجده في جوجل سوف تجده في فاتورة الماء والكهرباء في منزلك. سوف تجد العنوان، وسوف تجد أسفله الكود البريدي أو كود دو بوستال. سوف تنزل الاختيار هذا الأخير، وسوف تقوم بالضغط على كلمة يس، وسوف تنزل هنا، وسوف تقوم بوضع علامة على هذه بوست، وعلامة أخرى على إيميل، وعلامة هنا، وسوف تقوم بالضغط على كلمة سوبميت. أنا قمت بطلب هذه المجانية ووصلتني في خلال 15 يوما أو 20 يوما على حسب الدولة التي أنت تسكن فيها، ولا حسب المدينة بطبيعة الحال التي تسكن فيها. كان هذا هو شرحنا اليوم. أتمنى تقوم بالضغط على زر لايك وزر اشتراك إذا عجبك الفيديو، ولا تبخل علينا بتعليق إذا أردتموني أن أجلب لكم عدد من المجانيات. أتمنى من الله أن تصلكم جميعكم هذه المجانية. نراكم في حلقة جديدة إن شاء الله.